نسولوك على هذا الخبر اللي سمعناه، خبر عاجل عندنا احنا، الله سمعناه يلا جينا على هذا لي باركين، علاش ما خديتوش هاد الاجراءات قبل في بدايه الموسم ديال هو العرب. هو الاجراء ما كان خديين تاخذوا الا عند الضروره، لان هذه مداخيل ديال الجماعه. حنايا كنا درنا واحد الصفقه، رصات على واحد السيد واحد 22000 درهم اللي حنا بالينا واحد المبلغ اللي ماشي ذو المستوى، فهمتيني، فرفضنا هذيك الصفقه. كان مشينا الوقت باش اننا نديروا واحد الصفقه جديده، اتفقنا باننا غادي نستخلصوا بالامكانيات اللي عندنا، ولكن نظرا للموسم ونظرا لعدد الكم الهائل ديال الناس، وكاينين شي فئه ديال شي ناس اللي داخل هنا زعما كاين صراحه طراو بزاف ديال المشاكل. فهاد الصباح هضرني جبت العون القضائي ودرنا عينا المساله باننا لا يمكن لنا ان نستخلصوا بالموظفين ديالنا هاد الشيء هذا، فتم الاعلان بان الباركينغ هاد العام هذا بالمجان. وهذا هو السؤال الاخير اللي قلت لك، هو وكنشكروك على هذه المبادره اللي درتي ديال لي باركينغ وهذا وانا صراحه كما شتينا حنا كنوفروا الاخوان الخياله لا الماء ولا الضوء بالمجان. انا كنتمنى من الله بان الاخوان في المجلس اننا شفت القرار ديجا استحسنوا بزاف ديال الناس، اننا ان شاء الله السنه المقبله واحد المدخول ديال واحد 20000 ولا 30000 درهم بالنسبه لهذ الزوار، هذا ما كيسوى حتى شي حاجه، وتكون بان الباركينغ دائما بالمجان. شكرا سيد الرئيس.